ربعك اللي احنا نجيها هذه فيها اقدم بيت بالسالمية، هذا اقدم بيت مو ماجد، هذا اذا حبيت تتأرخ ترى اقدم بيت. والله حلو، شوفها اقدم بيت، شوف هذا هو اقدم بيت بيوت السالمية. منو بيته ما عرفنا، سكنت هنا في الفياضي يوم من الايام دكتور، قديم والله، من البيوت القديمة، أقدم بيوت السالمية ولا زالت الكهرباء تشتغل، قديم قديم ما شاء الله. هذا في شندل وفي، وهذا من البيوت اللي الإنجليز الكهرباء اللي زاوية أول عشان الثلج يقولون. يا رب يا رب، شوفوا أقدم بيت هذا بالسالمية، ظلمة أنا صورته أرخته بالنهار، بس أنا أحب أرخ بالليل بعد عشان أصير مرخاتي ليلي نهاري. يا ربي، توقع كي سنة سيادة القاضي هشام عيسى ما شيء صحيح؟ والله الله، اي والله، وشقق اشتري اشتروه، اي والله اشتروه، عملوا تكية صوفية. امين امين يا رب، وجيلة من هنا كل الطرق، كان الوالد يقول تؤدي الى المدينة المنورة. شوفوا هذا اثر من اثار دولة الكويت، والله مفروض المجلس الوطني الثقافي والفنون يشتريه ويذكرته، مكتوب عليه رقم 1 خالي. اي والله سبحان الله، قديم والله، يبارك فيه وشكرا.